بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا فيكم في هذه الرسالة الخاصة بمهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. من هنا وبهذا المكان تنطلق أولى مسابقات مهرجان الموروث الشعبي، وبالتحديد مسابقة الأغنام والخاصة بفحول العرب وأنواع معينة من هذه طبعا الأغنام، ورح نتواصل معكم من خلال هذه المسابقة لمعرفة آخر أخبار هذه المسابقة، مسابقة الأغنام. يا أهلا ومرحبا فيكم في هذه الرسالة من خلال مهرجان الموروث الشعبي. طبعا اليوم اول بدايه مسابقه الاغنام في قريه سيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. اليوم بدايه بدينا في فئه العرب للفحول، والحضور طيب والحضور جيد، واطلب من الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا احكم، ان احكم بما يرضي الله، ما يرضي الله، دون التحيز لشخص، دون التحيز لشخص معين او طرف او سلاله او وسم، معين او طرف او سلاله او الشخص، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لا اسرب النتيجه، لا اسرب النتيجه، ولا امد، ولا امد، او ابوح بها، ولا ابوح بها لاحد، لاحد، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير. طبعا اليوم بدايه مسابقات الموروث الشعبي فئه العرب، طبعا نبارك حق اخواننا ان شاء الله، انطلاقه مسابقه قويه اليوم. عدد سجلوا 55، عدد الحضور ما شاء الله 48 وتسابق كل فحول اليوم، طبعا الجواز العشر، وان شاء الله كل حاضر معنا هم الفائزين. وراح تكمل معنا مده شهر كامل فئه الاغنام بالكامله، هي 9 فئات وكل فئه لها 5 اصناف، وطبعا جوائزهم ما شاء الله للفئات يوم 5، اليوم فئه 10 في 3 جوائز. اليوم اول المسابقات شيخ، نتكلم هل في صعوبات واجهتكم؟ لا الحمد لله في صعوبات طبعا، لان اليوم فحول قويه، طبعا صارنا 10 سنين مسابقات الموروث الشعبي انطلاقه ميزان الاغنام بكافه انواعها. طبعا اليوم والسنه هذه طبعا اشوف الحلال صعب قوي، كل المشاركين قويين، طبعا الحكام راح يختارون 10 الفائزين، طبعا راح يطولون انا اتوقع لان العدد كبير 48 متسابق والحلال كله طيب. شيخ ذكرت ان ما شاء الله هناك انواع مشاركه صعبه جدا، هل هناك منافسه يعني على مستوى الخليج من خلال المشاركه الكويتيه؟ هل المشاركه الكويتيه بفئات الاغنام وبجميع المسابقات الموجوده في مهرجان الموروث الشعبي، هل هذه المسابقات قويه وتنافس في الخارج في حال كان هناك منافسات خارجيه؟ طبعا بالنسبه حق الاغنام اتوقع ما حد راح يغلب الكويت بالنسبه حق الاغنام فئاتها، العرب او النعيم او النجد او الشوام، الماعز او العارضيات بانواعها، او طبعا المعز المطور، لان طبعا فئات طلعت من الكويت بدايتها، واول ميزان كانت في دوله الكويت، واتوقع الكويتيين طوروها وحلالهم ينافس بقوه طبعا في سباقات في دول الخليج، ويدل على هذا طبعا اليوم مثل مسابقات اليوم الفحول اليوم راح تنافس، راح تفوز اليوم الفحول الكويتي راح تنافس بدول الخليج بعد. عندك ملاحظات معينه على هذه المسابقه؟ لا والله ما في ملاحظات، بالعكس الجمهور راضي في التحكيم، طبعا الحكام اقسموا اليوم قدام الجمهور، والجمهور طبعا مسابقين هالحلال كل واحد اقسم على الحلاله، والعدد 48 مثل ما قلت، وطبعا قويين كلهم 48 كلها قويه وصعبه كلها، وراح تبدا معانا فئات العرب 4 ايام وعقبها ان شاء الله الفئات الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المحكم لفئة الأغنام العرب شجاع ندى الديحاني، واليوم المشاركة الفحول، والفحول ما شاء الله حلال حضروا الربع حلال طيب، والمحكمين إن شاء الله فيهم بركة، ونشكر طال عمرك سيدي صاحب السمو على الموروث الشعبي، ونشكر الشيخ صباح الناصر، ونشكر المستشار محمد ضيف الله شرار، والأخ سيف الشلاحي مدير القرية، ونشكركم أنتم إعلاميين، الله يوفقكم ويسر عليكم، والحمد لله الأمور كلها طيبة، وأبشركم بخير.
مشاركين في فئه الفحول، والعام مشاركين في فئه 30 واخذنا الاول يلا لك الحمد، وهالسنه ان شاء الله ماخذين الاول باذن الله ان شاء الله. مسابقه الله يعطيهم العافيه، جهودهم واضحه وما قصروا لا من اللجان ولا من الحكام، كلهم الله يعطيهم العافيه القائمين على الموروث الشعبي. فالح محمد البرجس العجمي، مشاركتي بالفحول وجميع الفيات، جميع فيات المشاركه، فحول العشر، الجذاعات، الفرديات، الجمل، الجذاعات، مشارك في كل الفيات. لا من السس وانا مشارك بفضلات ان شاء الله، حصلت النتائج والله يوفق الجميع. واول شيء طال عمرك شكر لصاحب السمو امير البلاد جعل عمره طويل ولي عهد الامين اللي حطوا هالمواطنين ما شاء الله تبارك الرحمن شيء، جددوا الموروث من جديد. ولا لا صاحب السمو كان الموروث، لكن طول الله عمره اللي سوى لنا هالموروث. شوف هالشباب، شوف هالشباب اللي قاعدين كلهم شباب ما شاء الله، تعلقوا موروث اباهم واجدادهم حلالهم، هذا الصحيح. جعل عمره طويل وما قصر، ولي عهده والأسرة الحاكمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نشكر صاحب السمو الموروث الشعبي معك عبد الله العازمي ومشاركين طال عمرك بخرفان، ونشكر صاحب السمو ولي عهده على النظام الطيب، ونشكر اللجنه المنظمه، ونشكر طال عمرك شعب الكويت كله على كلامه الطيب. مساك والله بالخير. الاسم طال عمرك جات للشخيره الغايده. ومن ناحيه مرض الشعبي احنا شاركت قبل هالمره. ومن ناحيه الثانيه تسالوني عنها اللي هو العرب واللي هو مشاركه، انا شاركت من يوم ابتدت فروتين يعني. واشكر الله البادس، واشكر صاحب السمو امير الكويت، واشكر اللجنه اللي قامت على هالمرض الشعبي. و إن سألتوني عن كل شيء أنا مستعد لكل شيء، إنه متوفر بالطاقة المضبوطة. مشاهدينا الكرام، كنا معاكم من خلال مهرجان الموروث الشعبي، وفي هذه الرسالة بالتحديد في مسابقة الأغنام نوع فحول العرب في مهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. طبعا استطلعنا آخر الأخبار الخاصة في هذه المسابقة مع استطلاع آراء المشاركين ولجنة المسابقات طبعا وحكام في هذه طبعا المسابقة. كنا معكم من خلال هذا المهرجان وأيضا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، ونذكركم إن شاء الله تعالى بأن يوم الافتتاح افتتاح هذه القرية قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية في كيلو 59 راح يكون بإذن الله تعالى يوم 30 من نوفمبر آخر هذا الشهر، فهي دعوة للمشاركة والاستمتاع في هذه الأجواء الخاصة بدولتنا الحبيبة دولة الكويت. ونودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.